قصف مكثف لقوات الاحتلال على شمال قطاع غزة وجنوبه، مع توسيع الاحتلال لدائرة عملياته البرية، مستهدفا بشكل خاص مواقع في دير البلح وخان يونس. وفي الشمال استهدف موقعا للدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجاله. كذلك أسفر قصفه على مستشفى كمال عدوان إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين فيه، حيث يقيم قرابة 7000 نازح بداخله وفقا للمدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية. من جانبه، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القصف الذي استهدف المستشفيات بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني، وأن قوات الاحتلال تتعمد القضاء على القطاع الصحي. وأضاف أن الكيان الصهيوني قصف بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى في شمال قطاع غزة وجنوبه، إضافة إلى محاولته قتل العديد من الأطباء واعتقال عدد آخر. ولم يبقى في الخدمة سوى 4 مستشفيات صغيرة لمعالجة المرضى والمصابين. هذا ويعاني القطاع من وضع إنساني صعب في ظل شح المياه الصالحة للشرب وقلة المواد الغذائية وعدم السماح بإدخال كميات كافية من المساعدات. وكانت أنباء وردت عن قصف عنيف على محيط خان يونس ومدينة رفح، وأمرت قوات الاحتلال بإخلاء المزيد من المناطق في جنوب غزة، رغم أنها سبق وأن طالبت أهالي شمالي القطاع بالتوجه إلى جنوبه للحفاظ على حياتهم.